ورجعنا لكم مرة تانية والفقرة الدينية، ويمكن بنكمل لسه معاكم طريقنا إلى الجنة. بصوا يا جماعة، يمكن في البعض بيبقى في ذنب مصر عليه ومش قادر إن هو يتركه، بيبقى دايما يعني بيحاول مرارا وتكرارا، لكن هو غصب عنه بيحاول يقلع عن الذنب، لكن هو برضو لسه مستمر عليه. أكيد طبعا الدعاء في حياتنا مهم قوي، ويمكن قلنا ده مع يوسف الحلقة اللي فاتت إن إحنا سحر الدعاء في حياتنا، ودي أسرع وسيلة بتوصلنا طبعا إلى الجنة. إزاي بقى ممكن نخلي هنا الطمأنينة والسعادة داخلة في قلوبنا؟ هنكمل النهاردة بقى مع يوسف إن شاء الله طريقنا إلى الجنة مع الدعية يوسف عادل. إيه أخبار يوسف؟ إزيك يا أحمد؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله يوسف، نورنا دايما. إزي حضرتك؟ الله يعزك، الله يكرمك يا رب. طيب إحنا كنا اتكلمنا عن الذنوب وعن التوبة وعن فضل الدعاء في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن ذكر الله عز وجل. يعني إيه ذكر بس الأول نفهم الناس، وإيه فضله على علينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوة سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليني قبل ما أبدأ هقول بشرى لينا كلنا ولكل الناس اللي موجودة معنا دلوقتي اللي وراء الكاميرات والناس اللي بتسمعنا في البيوت، إن إحنا دلوقتي يقينا بإذن الله الله يباهي بنا الملائكة. يعني يعني ربنا بيذكرنا الآن قدام الملائكة إن هو فرحان بينا وإن ربنا مبسوط بينا قوي. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين إن النبي كان الغرفة بتاعته أو البيت بتاعه كان في قلب المسجد، ففي يوم النبي قاعد، فالمهم طلع من الأوضة ولقى الصحابة قاعدين بيذكروا ربنا، فقام سألهم قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا ما أجلسنا إلا أن نذكر الله. قال آه والله ما أجلسكم إلا هذا، يعني ما فيش حاجة أجلستكم الجلسة دي إلا عشان تذكروا ربنا. فقالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا هذا، فيعيد تاني غرام أو والله ما أجلسكم إلا هذا. فقالوا ما أجلسنا إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمنهم بيقول لهم ايه، انا مش بسألكم بتهمكم، انا سيدنا جبريل دلوقتي بلغني ان الله يباهي بكم الملائكة. فمعنى كده ان اي جلسة، جلسة علم، جلسة ذكر، جلسة بنتعلم حاجة جديدة، هي جلسة ذكر، فبالتالي الله عز وجل بيباهي بنا الملائكة بأسمائنا. عشان بس ايه كل الناس، اصل احنا النهاردة جايين نتكلم في موضوع بسيط وسهل وعظيم جدا، يعني أعظم عبادة وأسهل عبادة هي عبادة الذكر. يعني الواحد النهاردة قاعد بيكتشف كده حاجات من أول الرحلة بتاعتنا في طريقنا للجنة. النهاردة احنا جايين بالحل السحري بقى، الحاجة اللي تخلينا بفضل ربنا إن شاء الله نبقى من أهل الجنة. فتعالوا نبدأ كده التسلسل من البداية، نفكر كل الناس ونشوف احنا ماشيين ازاي. يعني هو احنا ماشيين بنتكلم وبالتالي كلمتك يا أحمد الجميلة كلام دروشة، ولا احنا قاعدين ايه بنربط الموضوع ببعض؟ فاحنا اول يوم اتكلمنا فيه عن حب ربنا، عايزين نفتكر بس الشعار بتاعنا ان احنا كل هدفنا من الفقرة دي ان احنا رقم واحد احنا عايزين نحب ربنا قوي، زي ما قلنا نحب ربنا ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ نحب نفسنا ونتعامل مع نفسنا. فهنا الهدف الاساسي هو حب ربنا. وبعد كده جينا قلنا ايه، طب هو يا جماعه في حد بيحب حد من غير ما يعرفه؟ فاكرين ما هو الانسان النهارده علشان يعرف حد لازم يعرف رحمته ويعرف كرمه ويعرف فضله عليه، فبالتالي يبدا يحبه. فجينا المره الثانيه قلنا ايه، طب يلا نتعرف على ربنا ورحمه ربنا، والانسان الجميل اول ما بيجي يموت وبعد كده الروح بتصعد وبعد كده بيدخل القبر، والقبر ان شاء الله يبقى رضوى من رضى الجنه، ويبدا ينادي منادي، وبعد كده نيجي يوم القيامه ونلاقي جبال الحسنات. جبال الحسنات من ايه؟ ده واحد ممكن يبقى قال كلام عني، فبعد كده جيت خدت من حسناته واديته سيئاتي، فتلاقي جبال حسنات كتير. بعد كده جينا قلنا ايه، طب يا جماعه يلا ننزل للواقع، هنتكلم على الاخلاق في حياتنا وبالذات في كل تعاملاتنا، وبالذات كانت في الرياضه لو نفتكر. وقلنا ايه، ان قلنا يا جماعه تعالوا بقى الاخلاق بتطبق يا نوران في الوقت العملي، صح؟ ما نبقاش قاعدين بنتكلم وخلاص، احنا اخلاقنا بنطبقها في الوقت ده ولا لا؟ تمام. وقعدنا ادينا امثله وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتر واحد اتاذى، وفي الاخر كان بيسامح، لان النبي ما كانش بيغضب لشخصه، كان النبي باصص لامته وباصص للجنه. تمام. بعد كده جينا قلنا ايه، طب يلا بقى نتوب، يلا بقى احنا خلاص حبينا ربنا، شفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يا رب امتي امتي، طب يلا بينا نتوب. طب نتوب ايه؟ اصل في ناس كتير بتعمل ذنوب ومش قادره تسبب، واحنا دلوقتي الدنيا بقت زحمه وبقى فيها مشاكل وكلنا
بلا استثناء، محدش يتخيل ان يوسف اللي قاعد بيتكلم ده، يوسف بيغلط وبيقع وبيقوم وبيتعلم كلنا. بلاش بقى نطلع بره حته ايه ان في شخص مقدس. كل انسان على وجه الكره الارضيه بيغلط وبيقوم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى باقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فبالتالي اتكلمنا عن النقطه دي، فقلنا يلا نتوب مهما كان حصل من ذنب. طب علشان نتوب ده في ناس مش قادره تسيب الذنب، ففاكره يا رونالدو لما قلنا اسباب تعينك ان انت ايه تتوب؟ صح. انك انت لو بتعمل ذنب ومش قادر اقعد ادعي ربنا كتير واقعد 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 واجتهد. فاتكلمنا عن الدعاء. صحيح. وبدانا نقول الدعاء وادابه والكلام الجميل. النهارده جايين نتكلم بقى على الخلاصه اللي هي هتحل الاشكاليه كلها، اللي هتخلي كل واحد يقول ايه ده، هو انا اللي بعيد كده؟ هو انا ليه في فرص ربنا بيديها لنا واحنا ما بناخدهاش كده ونمسك فيها زي ما احنا شويه حريصين على الدنيا؟ هو احنا جينا قلنا في يوم من الايام واحنا بنتكلم ان يا جماعه سيبوا الدنيا؟ قلنا ما تفرحوش؟ قلنا ما تلبسوش كويس؟ قلنا ما تتعلموش افضل علم في الكون؟ بس قلنا ايه؟ ناخد بقى نصيبنا، ان احنا عارفين ان احنا جايين الدنيا ليه، فاحنا عايزين نبقى طالعين من الدنيا فائزين. فالله عز وجل دايما بيدي للانسان عطاءات وهدايا احيانا ما بنكونش واخدين بالنا منها. صح. وزحمه الحياه بتتوهنا، فلما تيجي تبص للذكر عباده سهله قوي. دي عباده باللسان وعباده بالقلب، يعني ما بتاخدش مننا مجهود. يعني النهارده لما نيجي نقول صلاه التراويح احيانا تلاقي حد ايه، اصل انا رجلي تعبانه، اصل انا مكسل، اصل الامام طول، اصل الامام عمل، فتلاقي ممكن يبقى في ارهاق في الـ في الـ في العباده. ممكن تلاقي الصلوات تلاقي واحد ايه يعني مكسل بيجتهد، يدخل يصلي وبعد كده يكسل شويه يتاخر شويه. الصوم مش كل الناس حريصه على الاثنين والخميس، تلاقي ناس تقول لك اصل انا ماشي مثلا بنظام معين في الاكل كذا كذا كذا. فكل حاجه ممكن تبقى فيها شويه ارهاق. عمرنا سمعنا ان في حد بيقول انا لساني وجعني مثلا، انا تعبان، انا وانا بقول لا اله الا الله حاسس ان انا مش قادر اقول؟ فهنا طب عباده تدخلك جنه. الذكر ده هو استحضار شيء في القلب. يعني ايه استحضار شيء في القلب؟ يعني ممكن تبقى انت قاعد كده وتقول ايه سبحان الله، تقول لا اله الا الله، وعلى فكره بالقلب، يعني ممكن ما تقولهاش بلسانك اصلا. يعني انا باصص كده البحر فلقيت قلبي بيقول ايه سبحان الله. او شيء بقوله على لساني. يعني ايه شيء بقوله على لساني؟ لا اله الا الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاذا يبقى الذكر ذكر قلب وذكر لسان. يعني النهارده انت قادر تقوله بلسانك، واخد شويه مجموعه اذكار هنقولها النهارده ان شاء الله تلتزم بيها هتفرق في حياتك، قول باللسان. طيب مانيش قادر، او احيانا ببقى قاعد في قاعده كبيره يعني مش هفضل بقى ايه يعني ماسك السبحه، واحيانا في بعض الناس بتبقى خجوله بالرغم ان هي حاجه حلوه قوي ان الناس تعرف ان انت من اهله، ان انت من الطائفه الصغيره اللي ربنا اختصهم انك انت تذكره. لكن هنقول ايه؟ انت قاعد في وسط الناس، هنتذكر الحديث اللي قلناه ان سبع يظلهم الله في يوم لا ظل الا ظله، اللي هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ممكن يبقى واحد قاعد في وسط ناس لكن تلاقي يقول ايه سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، وهو منفصل عن الناس، هو ملهوش علاقه بالناس، بس هو قلبه ذاكر. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان بيقول لنا الا اخبركم بافضل اعمالكم، افضل حاجه تعملها وانقاها عند ربكم، يعني اكتر حاجه نقيه قوي فيها نقاء، وافضل انك انت تصرف الذهب والفضه في سبيل الله. قالوا يا رسول الله ايه العباده دي؟ قال ذكر الله. يعني افضل عباده عند ربنا عباده نقيه قوي، ما فيش حد يعرف يلوثها، ما حدش يعرف يجي يقول لك ايه اصل انت الذكر احيانا بالقلب وباللسان، فمحدش يجي يقول لك اصل انت بتعمل كذا عشان كذا، ربنا بيقبلها قوي حلو قوي. افضل من انك انت قاعد بتنفق مالك في سبيل الله ذكر الله. تخيلوا ذكر ربنا يدخلنا جنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تسره صحيفته يوم القيامة فليستغفر له، فليكثر من الاستغفار. النهاردة الاستغفار ده بيرفعنا درجات،
بيخلينا نحس ان احنا في مقام عند ربنا حاجه كبيره قوي. احد اعرابي يعني جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ زادت علي الشرائع فدلني على شيء اتشبث به. فقال ايه؟ ما زال لسانك رطبا بذكر الله. يا رسول الله الشريعه بقت كتير وصلوات وصيام وحج وعمره واسقاء وحاجات كتير، طب يعني دلني على شيء كده امسكه يا نوران عشان نخلي بالنا، بس حاجه كده امسكها بايدي واسناني وابدا اشتغل عليها وابدا اجتهد ان انا اتحرك فيها. ادي باب مش كتير واقفين عليه على فكره. قال له ايه؟ قال له خلي لسانك رطب بذكر الله، امسك سبحتك او السبحه الالكترونيه بتاعتك او بلسانك او بقلبك او بصباعك، ايا كان اللي انت عايزه ايا كان الطريقه، بس اهم حاجه تخليك ايه؟ تخليك دايما ذاكر لربنا. في افضل يا نوران انك انت تحس بالطمأنينة؟ هو كل انسان في الكون مش بيبقى عايز يحس ان هو مطمئن في امان الله. مطمئن صح. الله عز وجل بيقول لنا ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. انت متخيل ان الطمأنينة اللي هتجيلك بس بالمداومه؟ يعني النهارده هفضل اقول حاجات واقول ايه؟ ممكن واحد يجي يقول ايه؟ اصل انا بذكر ربنا بس ما بلاقيش حاجه. ما هو ربنا قال لك ايه؟ انك انت تذكره في كل الايات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ايه؟ يعني بكثره. دايما في الذكر مع كل ايه او حديث هتلاقوا الكثره، اللي هو ايه؟ انك انت تكثر من الذكر. ان مش هنيجي ايه نقول ايه؟ قلبنا مش حاضر كده، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا، انت قلبك حاضر، انت قلبك مستشعر الذكر اللي انت بتقوله. انت مش بتجرب مع ربنا، انت النهارده مش بتقول انا هقعد اسبح شويه كده اشوف الخير هيجي لي منين. يا اخي مع ربنا لا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي قاعد بيعلمنا، بيقول اذا مررتم في رياض الجنه فارتعوا واقعدوا وارتاحوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر اللي احنا فيها دلوقتي. انت معدي، كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، كل الناس اللي ورا الكاميرات، كل الناس اللي قاعده بتشوفنا، وانت قاعد في بيتك دلوقتي بتشوفنا، انت في حلقه ذكر. فانت حلقه الذكر ده بتحفها الملائكه، بتغشاها الرحمه، بتنزل عليها السكينه. هو في احسن من كده؟ في احسن من كده فضل ان ربنا بيرزقنا بحاجه بيقول لنا ايه؟ والله العظيم كان الله عز وجل بيقول لنا ادخلوا الجنه. ادخلوا الجنه. هو ربنا حابب ان احنا ندخل الجنه. زي ما بنقول في الاول ايه؟ هو ربنا خلقنا يعني علشان يضايقنا؟ هو ربنا خلقنا علشان يعذبنا؟ يا اخي ده بيقول لك بشويه حاجات هتدخل الجنه. ده ربنا بيعلمنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الجنه ان كل مش احنا بنصلي 5 مرات في اليوم؟ فربنا بيعلمنا ان بعد كل صلاه مكتوبه قلنا سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، وأتممنا المئة الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له ما تقدم من الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. إيه ده؟ واحد جاي كده بحار من الذنوب، يعني لو قلناها أنت متخيل إحنا بنصلي أحمد 5 مرات، إحنا هنقول الصلوات المكتوبة بس. تخيل كده أنت خطاياك مفيش. تخيل ان احنا هنقولها كم مره؟ هنقولها 5 مرات في اليوم. يعني معنى كده هو احنا للدرجه دي بعاد؟ يعني في ذنوب اكتر من انا كل يوم بقولها 5 مرات الادعيه دي عشان ادخل الجنه؟ في يعني هل في بجد ذنب ممكن يخلينا نبعد عن رحمه ربنا؟ هل ربنا لما بيدينا الذكر، هو ربنا بيدينا الذكر ليه؟ مش علشان نيجي يوم القيامه نلاقي كفه الحسنات بتاعتنا حاجة تقيلة قوي وحاجة كبيرة قوي. يقول الإمام حسن البصري: ما يضر أحدكم إذا وجد أنه جالس فارغ فليقول، يعني شخص عنده فراغ ما بيعملش أي حاجة، فليقول للملك اكتب يرحمك الله وليكن خيرا. يعني إنسان قاعد وما عندوش حاجة، فراغ، فبيقول للملك اليمين اكتب يرحمك الله، ويقعد بقى يسبح ويقعد كذا ويقعد كذا ويقعد كذا. برأ من النفاق من يذكر الله. هو في اكتر من انسان ربنا يبرئه من النفاق انك انت تقعد تذكر ربنا؟ انتوا متخيلين ده مجموعه كده من فضل الذكر. احنا
احنا لسه يعني لسه كتير بنتوغل يعني. وعلى فكره برضو انا بحس ان الموضوع داخل في حته ان عارف المغناطيس لما الواحد يحس ان هو ممكن مش قريب من ربنا بشكل كبير قوي، بس انك بتحاول وبتعمل المحاوله بذكر ربنا سبحانه وتعالى، انت بالاستمرار كده بتلاقي نفسك انت عمال تقرب وانت مش واخد بالك. مره في الثانيه بتلاقي نفسك عملت عدد، والناس اللي هي دايما يوسف زي ما انت قلت ممكن مش بتقتنع غير بس بالحاجات اللي قدامها والمرئيه والملموسه. يعني مثلا على سبيل المثال لما بنشكر ربنا على الصبحه، حد يقول لك مش 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 مقدر معنى كم الحسنات اللي هو اخده من الذكر ده وكمان من العدد اللي هو قاله. بس لما زي ما انت قلت سبحه الكترونيه لما تيجي تبص في الاخر خالص جواها انت قلت بس في العشر دقائق دول 3000 مره، انت من جواك هتنبهر، هتحس ان انت ايه ده انا قربت بسرعه جدا. ده برضو يخليني يا يوسف يعني خدي معاك لحته مهمه قوي. هل هنا انواع الذكر يعني ممكن يخش فيها الدعاء؟ يعني مثلا عايز اقول رب ارحمني فاقول له يا رحيم، عايز اقول يا رب اغفر لي يا غفار كانها اذكار. حلو قوي. الذكر نوعين، ذكر مقيد وذكر مطلق. المقيد اللي هو دايما اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو ايه بعد كل صلاه بعد الوضوء، الحاجات اللي هي المقيده اللي ليها اوقات، تمام. اما الذكر المطلق اللي يا احمد انت بتقول عليه ده، هو انت متخيلين ان الذكر هو الكلام اللي احنا بنقوله بس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بس؟ لا، هو قراءه القران ذكر، هو الدعاء ذكر، المذاكره لطلاب المدارس ذكر، المذاكره لواحد دكتور قاعد بيعمل ابحاث ذكر، المذاكره لواحد محاسب شغال في شركه ذكر، الراجل العامل اللي بيعمل وظيفه معينه او بيعمل مهنه معينه وهو قاعد بيشتغلها هي ذكر. هو الذكر معناه اي شيء بيخلي ربنا يرضى عننا، ده تعريف الذكر. اي حاجه بنعملها في حياتنا بتخلي ربنا يرضى عننا ده ذكر. ما هو الذكر مش كلام، ده الذكر فعل. فبالتالي عايزين ندعي، ما هو ده ذكر. طب بقرا قران، ده ذكر. طيب بعمل خير، ما هو ده ذكر. ان انا بحقق الغايه من وجودي في الدنيا اللي ربنا خلقني علشانها، ان انا لما اعمل، هو انا النهارده لما اروح اساعد انسانه محتاجه مثلا حاجه او انسان مريض او ايا كان، انت عارف ان انت بشكل غير مباشر بتخليه يذكر ربنا؟ لانها اول ما هتدخلي عليها نورات وبتساعديها هتقولي الحمد لله، ده ذكرت ربنا صح. وانت بقى حطيت الكلام ده خلاص، انت حطيته في ارض الفعل مش كلامه خلاص. فالذكر المقيد ده يعني سهل قوي ان احنا نلتزم بيه. يعني خلينا عشان الوقت، الذكر المقيد في حاجات نلتزم بيها، هي ايه؟ التسبيح اللي بعد كل صلاه، مش هنقول اكتر من كده في المقيد، يعني اللي هو ايه؟ سبحان الله، عشان نفتكر سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، ونكمل الباقي. تمام. وتستشعر وانت بتقولها بعد الصلاه، يا اخي اقعد بعد الصلاه كده، بعد ما خلصت الصلاه اقعد استشعر وسيب كده واهدى واستكين واهدى، ما نبقاش قاعدين بنصلي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بقوم. يا اخي اقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نستغفر ربنا 3 مرات عشان ايه؟ عشان اي نقص في صلاتنا، سرحنا، نسينا حاجه، يعني قلبنا ما كانش خاشع قوي، فبنستغفر ربنا. ده ربنا بيدينا رحمته ان احنا نستغفر عشان يعني النقص اللي ظهر في الصلاه. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ونقرا ايه الكرسي ونسبح سبحان الله 33، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، نكمل الماء. وانت بتقوم انت مستشعر يقينا ان الله غفر لك كل ذنوب، انت متخيل؟ فده المطلق، سهله المقيد سهله دي صح. المطلق هو اي ذكر في اي حال في اي مكان. يعني في اي حال في اي مكان؟ يا رب انت راكب عربيتك يا اخي، السبحه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، زي ما احمد قال. عارفه يا نوران لما تمسكي كده تلاقي 3000، الله، تلاقي نفسك لا ده انا هزود. طب احنا هنخسر ايه؟ سمعنا شويه وماشيين في العربيه خلاص، احنا بنحط في العربيه، احنا مشاورنا كتير، ممكن بنقعد ساعه، هل كتير على نفسنا نص ساعه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله في العربيه. الام الجميله اللي واقفه في المطبخ وبتطبخ وبتعمل شغلك ده ذكر، بس هل
واللسان شغال، اللسان شغال، ذاكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللسان شغال، اللسان شغال، بيرفع درجاتك عند ربنا كبير. عايز تقول حاجه؟ عايز نطلع فاصل بس، يلا بينا ونرجع بقى نكمل بقيه كلامنا الحلو ده. خليكم معانا مع الداعيه يوسف عادل. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين فقرتنا الدينيه مع الداعيه يوسف عادل، وبنتكلم النهارده عن ذكر الله عز وجل وفضله. طيب احنا دلوقتي هنتكلم بقى عن اداب واوقات معينه للذكر، هل دي بتتوفر زي بالظبط ما في اوقات وشروط واداب معينه للدعاء برضو؟ تمام، احنا قلنا الدعاء ليه اداب وليه اوقات وحاجات زي كده. الذكر المقيد ليه اوقات، ليه ده احنا كده وكده هنبقى بنصلي فخلاص هو بعديها. لكن الذكر المطلق بأي حالة، بلعب كرة أذكر، تعبان أذكر، مش عارف واحدة واقفة قاعدة بتنشر الغسيل بتاع أذكر، مش عارف حد بيعمل أكل أذكر. الذكر بأي حال بأي شكل مفيهوش أي مشكلة خالص، مدام هو ذكر إيه؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، طالما بعدنا عن الذكر الإيه؟ المقيد. طب معلش، هنا الصلاة على النبي أو الصلاة على النبي هنا تعتبر من انواع الذكر؟ ايوه طبعا، ده من افضل انواع الذكر. ده انا هقولها، ده دي الواجب العملي، ده دي الواجب العملي بتاعنا. طبعا ده الصلاه على النبي دي افضل حاجه في الكون. لكن حته الذكر لا اوقات، لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. عايز اجيبه يتفكرون في خلق السماوات والارض، يعني في الاخر انت قاعد نايم واقف اذكر ربنا. في اكتر من كده؟ نايم مش عارف ايه اذكر ربنا. تمام، الذكر تاني زي ما احمد قال الجمله الجميله، ذكر سحر، بس اتعود عليه، اتعود عليه واشتغل عليه، هتلاقي ربنا فتح عليك وهتلاقي فتوحات من ربنا والله انت لا تتوقع. واحد يجي يقول لي طب ما انا بذكر ربنا ما بلاقيش الفتوحات دي. اولا ما تجربش مع ربنا، ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن تذكر ربنا كتير بس انت متخيل ان انت مستني حاجه معينه زي ما قلنا قبل كده في الدعاء. بس سبحان الله ممكن تلاقي المشكله اتحلت وانت مش واخد بالك، مش بالطريقه اللي انت حاببها، بس تلاقي حصل لك طمأنينه وسكينه، فربنا اداك الرضا، فالرضا دي خليك اصلا المشكله كانها اتحلت بالظبط. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ده بقى هنا الايه، هنا اللقطه اللي بنصح بها الناس كلها. الخلوه. يعني ايه الخلوه؟ انك انت لازم في يومك لازم تحدد ليك وقت تقعد. اول حاجه خالص، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي هو كان بيطلع غار حراء بيعمل ايه؟ ما كانش لسه في وحي، ما كانش لسه في دين، ما كانش لسه نبي صلى الله عليه وسلم بيتامل في ملكوت الله، اللي هو العلم اللي بدا ينتشر دلوقتي، انك انت تقعد كده في وسط الصحراء قاعد بتتامل الخالق البديع. ما هو اي انسان يقعد يفكر، لا، العالم ده وراء اله، واله بديع، ولازم نبدا نبحث ونشوف ازاي الجمال ده، فتبدأ تشوف وتتعرف على الله عز وجل. فبالتالي لما بتقعد القعدة دي خلوة مع نفسك وتبقى محدد مجموعة حاجات انك تعملها، اولا هتحس بفرق غير عادي في حياتك، هتحس بفتوحات غير عادية في حياتك. طب انا مش واخد بالي، يا عم اعتبر نفسك مش واخد بالك، بس اهم حاجة ان انت في القعدة دي مهما حصل ممكن تقدم الميعاد تأخر الميعاد، لكن تبقى ثابت. يعني النهارده نوران قالت ادب من النهارده ان شاء الله باذن الله نص ساعه 30 دقيقه يا رب يوميا ذكر. احمد قال 30 دقيقه يوميا ذكر، مهما حصل لازم انفذه، لازم اعمله. ثوابت زي اهم حاجه عندنا في اليوم دي اهم. تمام، طيب بعد بعض الاذكار الجميله اللي هحاول الحقها بسرعه عشان ايه؟ عشان الوقت اللي نمسك فيها. شيخي قال لي على حديث وقال لي على ذكر، أنا شخصيا ما كنتش واخد بالي منه ومش كتير سمعته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا إن احنا نلتزم بالذكر ده. عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياز الجلال والإكرام. يعني إيه ألظوا؟ يعني إلزموا هذه الدعوة وأكسروا منها. يعني إيه؟ يعني دايما قول إيه؟ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يقال إن هي اسم الله الأعظم. أنتم متخيلين؟ مش في دعوة لو أقسمنا على ربنا ودعينا ربنا باسم الله الأعظم الدعوة تستجاب؟ أهو يقال يا ذا الجلال والإكرام إن هي من أسماء اسم الله الأعظم. فلما تقعد كده تستشعر بقى الكلام اللي إحنا كنا بنقوله، شوف الذكر في الدعاء هيدخل أهو.
فاكر لما كنا بنقول ايه؟ نثني على ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعي، كله داخل في بعض. صح، عشان بس الناس تعرف ان احنا ايه، احنا سلسله كله متواصله بالله. متواصله ببعض. فلما تقعد يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، طيب الثلاث اذكار المهمين قوي قوي اللي هنقعد نركز عليهم قوي هم ايه؟ بسم الله، اول حاجه خالص استغفر الله واتوب اليه. طيب استغفر الله واتوب اليه، طب ليه استغفر الله واتوب اليه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريره اولا بيقول ما رايت احدا اكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المعصوم كان دايما في القعدات كان دايما يقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. النبي بيعلمنا من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ويمسح عليكم السماء. دي الايه، ده الحديث. فهل النهارده في حد فينا ما عندوش هم؟ كلنا عندنا. هل النهارده في حد مش مخنوق؟ هل النهارده مش كل الناس قلقانه من الكورونا؟ هل النهارده مش كل الناس خايفه على اولادها؟ هل النهارده مش كل واحد خايف على رزقه؟ طب ما يلا نقعد نستغفر. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يا اللي عايز الرزق، اللي عايز المال، ادي الرزق وادي كل حاجه، ادي الاستغفار. يبقى النهارده استغفر ربنا ولا ما استغفرش؟ استغفر اول حاجه، اقعد استغفر، صح؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى دي ايه يا نوران؟ مكان في الجنه. يعني النهارده انك انت تقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انت من اهل الجنه. طيب الحاجه الثانيه، لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل حاجه قلتها وانا النبي وانا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ايه ده؟ دي كلمه لا اله الا الله؟ والله كلمه لا اله الا الله بس. بس حد عمره تخيل ان كلمه لا اله الا الله الوحيده اللي وانت بتقولها انت بقك ما بتحركش؟ لا اله الا الله. صح يعني ما بتاخدش مجهود حتى خالص. ليه؟ ما احنا ناسيين ان احنا ساعات سكرات الموت. فالنهارده من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يعني معنى كده لا اله الا الله انت محتاج ايه؟ مش محتاجه مجهود، برافو يا دران. محتاجه ايه؟ محتاجه تعود، محتاجه تعلق، محتاجة استمرار، محتاجة ان خلاص لا اله الا الله بتتحرك جوايا. انا مش هاجي اقولها يوم واجيب 10. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان بيقول لنا افضل الذكر، افضل الذكر لا اله الا الله. يعني افضل حاجة في انواع الذكر لا اله الا الله. الحاجة الثالثة بسرعة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده بيقول لك ايه؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. يعني انت لما تيجي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحس انك انت بترتاح، تحس انك انت ايه، يعني حاجه كده جميله. سيدنا ابي بن كعب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بصوا الناس الحريصه على الخير، اجعل نصيبي في الذكر في الصلاه عليك الثلثان الثلث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت، فان زدت فهو خير. فقال النصف الثلثان، فقال الصلاة الذكر كله يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك. فأبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو بيقول له يا رسول الله وأنا بقول يعني جلسة الخلوة بتاعتي يا نوران وبصلي عليك، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اخليها يا رسول الله يعني كلها؟ اخليها الاول النصف، طب اخليها التلت، طب اخليها التلتين، طب خلاص اخليها الذكر كله؟ فالنبي قال له يبقى هو ده الخير ليك. يعني معنى كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير، فيها الفتح، فيها الطمانينه. عشان كده حتى في الدعاء قلنا ايه؟ قلنا لما بنيجي نثني على الله عز وجل وبعد كده نصلي على النبي ونقول الدعاء بعد كده، ده رب يعني حط الدعاء وبعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كانك يعني حاطط الدعاء في النص، فان شاء الله يستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان بيقول اولى الناس بشفاعتي يوم القيامه اكثرهم صلاه علي. يعني النهارده احنا كلنا يوم القيامه زي ما قلنا في اول يوم او تاني يوم المشاهد يوم القيامه، احنا هنبقى محتاجين قوي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ان شاء الله هيشفع علينا بس احنا مش هنبقى قد الوقفه.
يعني احنا مش هنبقى قد الانتظار، احنا بنحلم يا رسول الله ان احنا يعني نخرج من قبورنا ندخل الجنة. فيعني هنبقى منتظرين قوي شفاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتجيلنا ازاي؟ اقعد يا اخي اذكره، اقعد كده يعني التلاتة دول ما ينفعش نسيبهم، يبقى استغفر الله، لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول الثوابت، دول الثوابت اللي نلتزم بيهم، اللي ما ينفعش يعني عارفين الاذكار الثوابت كده اللي نسيبها وبعد كده نزود عليها بقى يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن يا رحيم ونقعد بقى لكن دول الثوابت الورد بتاعنا. طب نعملهم كم مره؟ انا بحلم اقول مثلا 5000 مره، بس الناس ممكن تتخض تقول 5000 كتير، طيب نخليهم 1000، 1000 في اليوم، 1000 في اليوم لا اله الا الله، 1000 في اليوم استغفر الله واتوب اليه، 1000 في اليوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب كتير يبقى 100، بس الناس تقول وتلتزم بالمية، يبقى احنا كده في الفقرة بتاعتنا الجميلة دي ماشيين بورد. كل الناس ماشية ايه؟ مية. عارفة يا نوران اول ما هتيجي تقعدي في عربيتك كده او قاعدة في البيت وقعدت تجربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انت اللي هتيجي المرة الجاية وتقولي انا وصلت لألف والفين وثلاثة. واحمد قالها ان لما تستمر فتيجي تبص كده تلاقي رقم، تلاقي نفسك ارتاحت واتبسطت فتلاقي كده زدت. شوفوا هدايا والعطايا ربنا. طب احنا النهاردة مين فينا بيحلم دلوقتي ان هو يطلع يعمل عمرة؟ كلنا صح؟ نحلم كده نروح كده ونشوف الكعبة كده ونطوف حوالين الكعبة ونصلي قدام مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. طب شوفوا الهدية اللي ربنا بيدهلنا بالذكر، هدايا واحنا قاعدين في بيوتنا. طب احنا مش قادرين، طب احنا في ظروف سفر دلوقتي، طب احنا في كذا. طيب وانت قاعد في بيتك صلي الفجر، وبعد صلاة الفجر لحد الضحى اقعد اذكر ربنا، اقعد اذكر ربنا لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله. وما تنسوش اذكار الصباح والمساء، يعني احنا هنتواصل بحاجتين، الاذكار المقيدة اذكار الصباح والمساء، والاذكار المطلقة سبحان الله استغفر الله واتوب اليه لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما نيجي نصلي الفجر وبعد كده نقعد بعد الفجر بنبدأ نقول أذكار الصباح، ونقعد بقى إيه نقرأ في أذكار الصباح. كل ذكر ليه فضل، كل ذكر يعني بسم الله الذي لا والدعاء ده احنا محتاجينه دلوقتي طبعا. كل الناس خايفة على أولادها من الكورونا، وكل واحد خايف على نفسه، وكل الناس في قلق حصل نفسه. فاللي يجي الصبح يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضره شيء، تيجي بالليل تقولها لم يضره شيء، يقين. عشان واحد ما يجيش يقول ايه اصل انا قلت وبعد كده انا تعبت، باشا يقين، خلي عندك يقين، وخلي عندك ان ربنا بيخفف عليك زي ما قلنا، يعني ممكن كان هيبقى شديد شويه فجالك هادي. فالنهارده لما نقعد من بعد صلاه الفجر لحد الضحى وبعد كده تقوم نصلي ركعتين الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عمره تامه تامة تامة، وفي رواية حجة وعمرة تامة 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 ببلاش. وانا قاعد في البيت وانت قاعدة في البيت ليه؟ الله كريم، الله لما خلق الجنة علشاننا، الله لما سيدنا آدم نزل الأرض هو نزل الأرض علشان اختبار مش علشان عقاب، هو خلاص هو تاب وربنا تاب عليه، لكن يلا بقى انزل الاختبار عمره في الارض وهديكوا الهدايا. النهارده اذكار بترتفع درجات بيدخلك جنه. هو في اكتر من كده حب ربنا لينا؟ يعني في حد كده ولله المثل الاعلى، فاذكروني اذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ولله المثل الأعلى. النهاردة بنحب حد مشهور قوي، خلاص واحد صاحبي بيحكي لي امبارح ان في احد الفنانين المشهورين اللي غالبا ما بيتعام يعني بعيد عن البشر شوية، فأحد الممثلين الجمال الشباب نزل فيديو كده فهو شيره، دي كانت حاجة جديدة بالنسبة للناس. فهو بيحكي لي قد ايه دي حاجة كبيرة جدا، وقد ايه الفنان ده اتبسط جدا ان النجم ده شير له البوست ده. فانا بيني وبين نفسي ولله المثل الاعلى، يعني احنا ممكن نفرح ان في عبد
قال اسم يوسف أو قال اسم مروان أو قال اسم أحمد. ولله المثل الأعلى، ده ربنا بيذكرك، ده ربنا بيذكرك عند الملائكة. دنيا إيه؟ يعني أنا يمكن من أفضل نعم ربنا في الذكر إن هي بتجردك تماما من التعلق ببشر. يعني هو احنا مشاكلنا ايه في الحياة؟ فاكرين لما قلنا اول ما بتحصل لنا مشكلة بسرعة نطلع نخبط على باب العبد، بنجري بنخبط على السبب، احنا نسينا مسبب الاسباب، نسينا رب البشر. الذكر بيخليك في حالة ما تقولش بقى اصل انا ما عنديش وقت، ما تقولش بقى اصل الدنيا واخداني، ما تقولش بقى اصل انا ذنوبي كتير. خلي بالك عشان نرجع للحته دي، اوعى تقول لي انت مش متخيل اصل انا بعمل كبائر. يا اخي بقول لك بعد الصلاه قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، واختمها بلا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مهما كنت عامل من كبائر اتشالت. ويوسف اغلبيتنا دلوقتي يعني في الشارع، فيش اشغلنا واحنا رايحين المواصلات وانت سايق، انت ماسك استيكة عمال تمسح بيها بالاستغفار. الله حلو قوي، استيكة حلو قوي. انت طول ما انت بتستغفر تقعد ايه؟ نمسح ذنوبك، تقعد بتمسح. حلو احمد، احمد والله ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله، الحمد لله من الاذكار المنسيه. الحمد لله تملأ الميزان. يعني ايه تملأ الميزان؟ يعني احنا جايين يوم القيامه وفي عرض حسن. اهو تخيل لما احنا نقول الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ تيجي نجيبها من اول اليوم. الحمد لله ان احنا صحينا، الحمد لله ان احنا بفضل ربنا صحينا كويسين، الحمد لله ان احنا صحينا لقينا نفسنا في بيت، عندنا شويه مشاكل. المشكله يعني في ناس كتير عايشه في مشاكل اكتر مننا. دايما في حالنا مع ربنا نبص للاعلى، في حال الدنيا نبص للاقل. الحمد لله ان احنا بنتكلم، الحمد لله ان احنا بنتنفس بمزاجنا. شويه مرض كده خفيف يخليك تبدا تقول الحمد لله على الاكسجين. صحيح؟ طيب سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض. يعني تقعد ايه؟ سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يغرس ليك دخله في الجنه. الجنه بقى اللي كلنا بنحلم بقصور في الدنيا، ربنا بيدينا فرص في الدنيا. احنا احيانا من كتر بقى يعني ممكن تبقى الدنيا حاسينها بسيطه فما بنستوعبش. يعني انتم متخيلين اللي يصلي 12 ركعه سنه مؤكده بمناسبه النخله، يعني فانت عايز قصر ودخل، كلنا بنحلم بكده. تخيل اللي يحافظ على ركعتين قبل صلاه الفجر، واربعة قبل الظهر، واثنين بعديه، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، 12 ركعة سنة مؤكدة. بني له قصرا في الجنة. هل ينورهم قصر الجنة زي قصر الدنيا؟ استحالة. لا طبعا. صح؟ صعبة. اللي هيتعود عليها مش صعبة. مش صعبة. اللي هيتعود على ال 12 ركعة دول لو حصل له إيه؟ هم أساس زي الفروض. ودايما بقول أنا لو تفتكر يا أحمد إن ليا يعني نظرة كده في حتة ال 12 ركعة، الشيطان لما يدخل يخبطك مش هيخبطك في الفروض، هيخبطك في ايه؟ السنة. في السنة. فانت حاسس انك راجع تعبان فهتعمل ايه؟ هصلي الفرض واجل السنة. في ايه اللي حصل؟ خبطت في السنة. اقوم جاي تاني يوم معقد نفسي، انا سبت السنة، هعمل صدقة، هصوم، هذكر ربنا ألف فوق الألف، فبالتالي مش هضيع ال 12 دي. خلصنا ال 12، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله 1000 مرة 1000 نخلة. والله ما كلام اساطير ولا كلام حواديت. مش احنا بنحلم بده؟ طب ربنا مديها لنا ببلاش. ربنا مديها لنا بشويه يقين، بشويه ايه؟ بشويه ترمي الدنيا على ظهرك. هو احنا مش اتشغلنا؟ صح. طب ما نهدى شويه. شوف ربنا يقول لنا ايه؟ يعني فرتعوا، لما تعدي كده اللغه العربيه دي اللي هو ارتاحوا، اهدوا، اسكنوا، اقعدوا. يا جماعه والله العظيم احنا مطلوب ان احنا ناخد بالاسباب، لكن اوعى تنشغل بالاسباب عن رب الاسباب اللي هو مقدرها لك.
انت تاخد بالاسباب لكن لا تنشغل بيها. بس وقتنا خلص. انا حاسس كلام مهم جدا ويا ريت الناس كلها تعمل بيه. افتكروا الوصايا ولا ناكد عليهم تاني؟ ممكن حضرتك تاكد عليهم بسرعه. طيب الاذكار المقيده قلنا بعد الخمس فروض سبحان الله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله وحده لا شريك له. المطلقه بقى الورد بقى بتاعنا لا الورد بتاعنا مش عايزين ننسى الورد بتاعنا. استغفر الله واتوب اليه لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده الورد بتاعنا اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا ويعني ايه نوصل لاقل همه اللي هي 100 في اليوم وان شاء الله انا متاكد الناس هتبسطنا باذن الله. بعد كده بقى اللي يحب يزود يا ذا الجلال والاكرام سبحان الله الحمد لله ربنا كريم ويفتح والله هنحس بطمانينه وراحه باذن الله ربنا يكرم عليهم باذن الله. كلام جميل جدا والله يعزك يا حبيب الله يكرمك الله يكرمك انت والله نورتنا يا استاذ يوسف الله يعزك يا زلمه ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا شكرا ليك يا هروق شكرا كده احنا حلقتنا من إنبوكس خلصت نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد.